لمناقشة ملف إعلان البنك المركزي ارتفاع سعر بيع الدولار مقابل الدينار العراقي ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي، أهلا ومرحبا بك. وعبر الهاتف ينضم إلينا من بغداد أيضا الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم محمود، أهلا ومرحبا بك دكتور خضير. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور خضير، البنك المركزي أعلن أن سعر بيع الدولار للمواطنين سيكون 1470 دينارا لكل دولار، كيف يمكن قراءة هذا القرار وما هي تداعياته على المواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الناحية الاقتصادية أن الدينار له قيمتان، الأولى تسمى بالقيمة الإسمية والتي تتمثل بقيمة الدينار، والأخرى القيمة الحقيقية والتي هي أساس ما يستهدفه المواطن العراقي، أي مقدار السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من خلال الدينار. فهم بتخفيض قيمة الدينار العراقي استطاعوا أن يخفضوا القيمة الحقيقية للدينار ب 22%، أي تقريبا ربع قيمة ما يحصل عليه الفرد العراقي. والفرد العراقي كما هو معلوم مثقل بشكل كبير بالبطالة والبطالة المقنعة والفقر المدقع وعدم وفرة الخدمات والسلع الضرورية لحياته، فهو بهذا قد خفض راتبه بمقدار 22%. وهذه الحقيقة يبدو أن هناك وسائل متعددة لخلق بؤر للفساد في العراق، بعد أن استطاعوا أن يحصلوا على ثروات العراق الهائلة بالفترات السابقة وقادوا العراق إلى هذا المستوى المتدني من الضياع والدمار لثرواته، ابتدأوا بالسير في خطى أخذ أموال العراقيين من خلال رواتب الموظفين والمتقاعدين والخدمات الاجتماعية المقدمة وإلى آخره. دكتور قحطان، أنتقل إليك بالسؤال على الصعيد السياسي. ائتلاف دولة قانون بزعامة نور المالكي يوجه اتهام صريح إلى حكومة مصطفى كاظمي على المسؤولية الكاملة بتدهور قيمة الدينار العراقي، برأيكم من هو المسؤول الحقيقي عن انهيار سعر الدينار أمام الدولار برأيكم؟ هناك حياك الله أخي العزيز وحيا القناة وحيا المشاهدين والضيف الكريم. هذا الكلام للمالكي ذكرنا بالمثل الشعبي عندما يقول غراب يقول لغراب وجهك أسود. كل من جاء بالعملية السياسية وعمل بها من 2003 اللحظة هو المسؤول الأساسي هذه المأساة المتتالية للعراق، والوضع الحالي المأساوي نتيجة إلى سياسات سابقة خاطئة مالية. ولا ننسى أن الميزانية التجارية كانت في زمن مالكي الذي بددها وبدت المليارات والمليارات. إذا العملية السياسية بذات فيها من 2003 لحد الآن هي المسؤولة عن تدهور الحالة العراقية والآن الحالة المالية التي ستزيد من أعباء المواطن العراقي وتثقل كاهله وتنهي العملية السياسية، لأنني أرى أن هذه البوادر تؤكد على أنهم ماضون في السلبي على حساب حقوق الناس وعلى حساب الحق. دكتور خضير، أنتم تكلمتم عن أقيام مختلفة، هنالك قيمة فعلية حقيقية وهنالك قيمة اسمية للدينار العراقي، لكن هل تستطيع الحكومة العراقية أن تخفض قيمة الدينار العراقي دون الرجوع إلى البنك الدولي أو إلى المصارف العالمية، وكيف استطاعت من فعل ذلك إذا كانت هنالك بعض الإجراءات التي يجب أن تقوم بها مسبقا؟
هناك العديد من الإجراءات التي تستطيع من خلالها الحكومة أن تنمي الموارد المالية للبلد من خلال المنافذ الحدودية، من خلال سبل النقل، من خلال تحسين المستوى الصناعي التجاري الزراعي، من خلال الضرائب، من خلال أموال العقارات التابعة للدولة. هذا بالإضافة إلى أنها تستطيع أن تخفض بنسب معينة ونسب معقولة من الأموال المهدورة إلى القيادات الحكومية، سواء الحكومة، البرلمان، مجلس القضاء، تخفض رواتب هؤلاء 50%، وهم يستطيعون أن يحتاشون بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار ويوفر لهم حياة كريمة. أما أنهم يأخذون هذه المبالغ الهائلة إضافة إلى المبالغ التي استحوذ عليها الفاسدين، ولحد الآن لم تسعى حكومة الكاظمي إلى القضاء على الفاسدين وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة، وهناك حديث إلى أحمد الشلبي قال خلال فترة وجيزة أستطيع أن أعيد إلى العراق 385 مليار دولار موجودة في البنوك الخارجية لهؤلاء القادة السياسيين. أي أن الأموال للعراق متوفرة ومتاحة، ولكن ليس هناك من يسعى لإعادتها إلى خزينة الدولة. فهم بهذا الإجراء المجحف زادوا كاهل المواطن العراقي، سواء الشعب بأكمله أو طبقة الموظفين والمتقاعدين، بإثقالات جديدة وهي أشبه ما تكون بالضرائب على أموالهم. نعم دكتور قحطان، يعني هنالك الكثير من المراقبين الاقتصاديين الذين يحذرون من موجات مرتقبة من التضخم داخل الأسواق العراقية. هنا السؤال، ما هو تأثير ذلك اجتماعيا على الشعب العراقي، وكيف ستكون تبعاته على العراق؟ أخي العزيز، معروف للجميع أن الفاقة المالية والحوز المالي لأي مجتمع يعكس سلبيا على طبيعة البناء الاجتماعي والسلوك الاجتماعي العام. يكثر من الجريمة ويكثر من الخارجين على القانون ويكثر من حالات الفساد المتنوع. فما بالك نحن في حكومة بدءا من أعلى هرمها إلى أسفلها مبني على الفساد وعلى السرقة وعلى مال السحر. إذا نحن أمام حالة قد تنذر بعاصفة هوجاء من العلاقات اللامنطقية المالية، قد تعصف بعراق كثيرا، والدول التي تشكو من حالة مشابه العراق تمتلك ضابط اجتماعي وضابط قانوني من قبل الدولة. نحن الآن للأسف الشديد لا الدولة قادرة على ضبط الحالة الأمنية ولا حتى المراجع الدينية تضبط ذلك، لأن هي أكثر فسادا من رعيتها. وبالتالي أتوقع أنا للأسف الشديد هذه الحالة ستنذر كما قلت قبل قليل بمأساة كبيرة في الشارع العراقي، وقد تؤدي إلى حالة من الفوضى ما لا يمكن السيطرة عليها لا في المجال الأمني ولا في المجال المالي، وبذلك ندخل في دوامة كبرى قد تمزق المجتمع العراقي وتجعله البعض يأكل البعض. ومشكلة كما قال الأستاذ قبل قليل أن هذه المجموعة المتسلطة على رقاب الحكومة على الشعب العراقي لم تذهب إلى الأجراءات السليمة لتجاوز الأزمة، بل ذهبت إلى إجراءات على حساب المواطن وزيادة كاهل المواطن مع الإبقاء على مصالحها. إذا نحن أمام حالة مأساوية قادمة. نعم دكتور خضير، يعني برأيكم لماذا لم نجد حكومة تتجه مثلا إلى المصدر الرئيس النفط مثلا ورفع سعره، أو استغلال الغاز، أو استغلال موارد أخرى لجعل الخزينة العراقية تمتلئ مرة أخرى، علما
أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم. أخي الفاسد لا يشبع، كلما قلت له خذ قال هاتي، فهو يريد أن يأخذ بكل الاتجاهات، تارة يسرق من النفط والأخرى من الغاز، والآن وصل إلى أن يسرق من قوت الشعب لكي يحقق معاربه الشخصية ويحقق أهدافه الذاتية. وكما أشار الدكتور الخفاجي إنهم أثقلوا كاهل المجتمع العراقي نتيجة السياسات الرعناء بالمستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، وسيحول الموقف حتما إلى مشكلات كبيرة ينوء بكاهلها المجتمع العراقي، وقد تصل الكارثة إلى أن تحصل كثير من المنزلقات غير الإيجابية للأثر الاقتصادي الكبير. وكما أشار الإمام علي ابن أبي طالب بقوله: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك. ولذلك عملية الكفر الذي سيشهده العراق هو المشكلات الكبيرة التي تنتاب مجتمعنا العراقي نتيجة هؤلاء وسياساتهم الرعناء ومستشاريهم الذين لا يمتلكون أي تخصص علمي بعد أن أهدروا وأضاعوا الكفاءات العراقية خارج البلد. دكتور قحطان، جهات برلمانية عدة من بينها ائتلاف النصر أكد أن ارتفاع سعر الدولار مقصود وتقف خلفه جهات سياسية. برأيكم من هو المستفيد من هذا القرار، وكيف يمكن لحكومة الكاظمي غض النظر عن رد فعل الشارع الغاضب والمطالب بدفع الرواتب المتأخرة منذ شهور؟ أساس من هذه العملية جهتين: أولاً الجهة الرسمية الحكومية إذ أدخلت العراق في دوامة أزمة أخرى تنسيه أزمات السابقة، وهذه اللعبة معروفة، أزمة تتلو أزمة. الجهة الثانية المستفيدة هي تلك الأحزاب والقوى المسيطرة المتنفذة على العملية السياسية منذ 2003، والدليل أن المصارف الأهلية التي تتعامل بكثرة مع البنك المركزي لشراء العمل كلها دون استثناء إلا ما أشار به التابعة لأحزاب متنفذة وشخصيات طائفية مذهبية لها سطوة في القرار السياسي. المشكلة الكبرى عندما تدمج الرؤية السياسية بالاقتصادية دمجا ببعد سياسيا مصلحيا اقتصاديا، هنا سيفسد الاقتصاد وتتوه السياسة. هذا الذي حصل الآن، وهو عملية استفادة معينة من هذه الأموال التي تم بها تدوير الدولار أو تغيير عملته. استفادت الجهات الرسمية التي ستدخل انتخابات كبيرة، الآن غنمت كذا مليون أو كذا مليار دينار عراقي على حساب، نقول دائما على حساب المجتمع العراقي. إذا المستفيد الأول هي الجهة الحكومية التي صنعت لنفسها أزمة تحاول أن تعطي أن هذه الأزمة تابعة للحكومات السابقة وهو جزء من الحكومة الحالية. اثنين، هذه الأزمة استفاد منها الأحزاب السياسية التي تمتلك المصارف الأهلية ولها مكاتب اقتصادية تسيطر على الحكومة وعلى مقدرات الدولة. وهنا الطامة الكبرى عندما يبنى أي حالة للخلاص بين قوسين الخلاص على حساب معاناة مضافة للشعب العراقي. إذا نحن أمام حقيقة تقول أن السعون إلى مناصبهم هم في وادي، والمواطن الذي يعاني ويكابل الأمرين في وادي آخر، وكل الحلول تقوم على كاهل المواطن العراقي. نعم دكتور خضير، اللجنة المالية النيابية كشفت عن نية الحكومة إعلان الإفلاس مطلع عام 2021، إلا أنها تفادت هذا الإعلان بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. برأيكم هذه الخطوة خفض قيمة الدينار إلى متى سترحل إعلان الإفلاس؟ المسألة تخفيض الدينار كما أشرت
هو طامة كبرى تضاف إلى ما يتحمله المواطن العراقي. وسواء أجلوا العرض قبل أو بعد 2021 لا يعني الأمر شيئا، لأنهم أصروا وأكدوا على أن توجهاتهم توجهات قائمة على إذلال الشعب العراقي وتكريس روح الفساد التي تجذرت في كل مؤسسات الدولة من أعلاها إلى أسفلها، وبالتالي ستخلق إلى العراق كارثة عارمة تمتد إلى آخر بيت في العراق. وهم كما تشاهد أن ثوار تشرين الآن بدأوا باجتياحهم والقتل الممنهج لهم وتغييبهم وخلق الوسائل المختلفة لتدمير الشباب العراقي الناهض الذي يسعى لتحقيق جدوى النصر على هؤلاء السياسيين الفاسدين الذين عاثوا بالأرض والشعب فسادا. نعم دكتور قحطان، برأيكم لماذا على المواطن العراقي يتحمل مسؤولية الفساد والفشل الحكومي المستمر منذ أكثر من 17 عاما؟ اعذرني ويعذرني الشعب العراقي على الإجابة التي سأجيبها. قيل يا فرعون من فرعنك؟ قال دعوتهم فاستجاب. المشكلة الكبرى أن المواطن العراقي ذاته ما زال لم يعي مسؤوليته كما ينبغي، ما زال يدلس وما زال يطبل ويزمر لبعض القوى السياسية، لم يساند الشعب العراقي كما ينبغي ثوار تشرين وأبناء الشعب العراقي. كان على الشعب العراقي أن يخرج عن بكرة أبي ويعلن عصيانا مدنيا حقيقيا حتى تتم عملية التغيير. للأسف الشديد الآن ما زالوا الآن بعض العراقيون يسعون إلى إعادة إنتاج وتدوير هذه المجاميع وهذه الوجوه الانتخابات القادمة، لذلك ما يسمى بتأجيل قرارات اقتصادية إلى بعد 2000 وإلى ما في العام القادم هو عملية ترحيل هذه الأزمة إلى حتى يخرجوا أنفسهم، وكأنما هم سعون للإصلاح حتى ينتخبوا أو يعاد إنتاجهم مرة ثانية. إذن للأسف الشديد إلى أي مدى يبقى المواطن العراقي يتحمل؟ أقول طالما المواطن العراقي لم يتحرك كما ينبغي كما عاهد نفسه بثورة 20 وبعدها، إذا بقي العراق هكذا يتأمل بهذه المجاميع التي جاءت على دبابة وتابعة إلى قوى خارجية ومذلة في كل مقاييس وفاشلة، إذا الشعب العراقي يتحمل المزيد وهو المسؤول عن نفسه، لأن الشعوب هي التي تحرك وتغير. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وعلينا أن ندعي كيف أن مظاهرات تشرين بدايتها الأولى كانت فعالة درجة أنهت كل المجاميع وكادت أن تغير حالة لولا كان هناك جائعة كورونا وسواها. إذن الشعب العراقي هو المسؤول عن معاناته. إذا بقي هكذا يسأل فقط على التعيينات وعلى الراتب وعلى بعض الخدمات الثانوية وينسى الحقيقة الأساسية هي تغيير إنهاء العملية السياسية وإعادة الوطن، لن يكون أتوقع العراق فيه مجال أن يتقدم أمنا واحدة، لا في ظل هذه الحكومة ولا بالحكومة المنتخبة القادمة ولا بالتي بعدها واللي بعدها نهائيا، لأن العراقي والأساس خطأ. نعم، كان معنا عبر الهاتف الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم محمود، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو رافدين، وأيضا نشكر الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية الذي انضم إلينا عبر سكايب من العاصمة العراقية بغداد، أيضا شكرا لك لانضمامك إلينا.